قصة عن بنات تنتين صغار. سلمى خلقت في مدينة كبيرة، وليلى خلقت في قرية صغيرة. ليلى كانت تحلم دايماً إن لما تكبر بدها تصير حلاقة شعر. سلمى كانت تحلم دايماً إن لما تكبر بدها تتجوز رجل طيب وتبني معاه عيلة كبيرة. مرت سنين والبنات كبرت، لكن ما كان في شغل وما كان في مصاري. يوم من الأيام صار حدث مثير في قرية ليلى. ابن عمها رجع من برات البلاد وجاب معاه لكل شخص هدية حلوة. الشغل برات البلاد شي عظيم، قال ابن العم. ليش ما بتيجي معاي ومع مرتي لبرات البلاد؟ أنا بلاقي لك شغلة منيحة وبتقدر تصيري حلاقة شعر، ثقي فيي. ليلى فرحت كتير، وفي نفس الوقت التقت سلمى في بلدها برجل ساحر في الجمال. هو أخدها وطلعوا على محلات حلوة، هو كان راقص شاطر كمان. سلمى وقعت في حب. الشغل برات البلاد شي عظيم، قال صاحبها. ليش ما بتيجي معاي ونسافر؟ أنا بلاقي لك شغلة منيحة، منشتغل وبنوفر مصاري وبعدها منرجع وبنعمل عرس كبير، وقتها عيلتك رح تكون سعيدة وراضي، ثقي فيي. وافقت سلمى تسافر لبرات البلاد مع صاحبها. هي كانت سعيدة كتير، أخيراً رح تحقق حلمها. سلمى ما حلمت أبداً إنه صاحبها ممكن إنه يبيعها لقوار. ليلى ما حلمت أبداً إنه ابن عمها ممكن إنه يبيعها لبيت دعارة. هن ما حلموا أبداً إنه من الممكن مرة ينجبروا ويشتغلوا في الدعارة ويصيروا عهرات. كل اللي تمنوا إنهم يعيشوا حياة أفضل. هلأ ليلى بعدها مرغمة على الشغل في الدعارة، وسلمى خططت تهرب، مع العلم إنه من الممكن إنها ما تقدر تشوف عيلتها مرة تانية. هاي القصة قصة حقيقية.